إطالة أتيح الكلمة إلى صاحب المداخلة الأولى تحت عنوان أسس وأبعاد الحماية القانونية للمستهلك في ظل تغير سلوك المستهلك، من إعداد طالب الدكتوراه بن ناصر سيد أحمد والدكتور بن زيدان ياسين من جامعة مستغانم. لا أدري إن كان الطالب بن ناصر سيد أحمد معنا أو بن زيدان ياسين، فليؤكد حضوره أولا وليتفضل مشكورا. السلام عليكم، هل تسمعني؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام، نحن نسمعك 5/5. نرحب بالسادة الحضور، كما نشكركم على الاستضافة، نبارك لكم نجاح الندوة العلمية، كما نشكر السيد الأستاذ وعلي. مداخلتنا كانت بعنوان أسس وأبعاد، راكم تشوفوا أسس وأبعاد الحماية القانونية للمستهلك في ظل تغير سلوك المستهلك. دقيقة. الصورة واضحة أستاذ. أجل الصورة واضحة 5/5. شكرا أستاذ. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لا أعيد الترحيب بالسادة الحضور، السادة المتدخلين والقائمين على الندوة العلمية. موضوع مداخلتنا كان بعنوان أسس وأبعاد الحماية القانونية للمستهلك في ظل تغير سلوك المستهلك. على غرار كافة دول العالم، تحاول الجزائر مكافحة الغش والخداع الذي يطال المستهلك الجزائري في ظل التحديات الراهنة التي تفرضها ظاهرة العولمة وما نتج عنها من تهديد لسلامته وصحته وكذا مصالحه المادية، والبحث بالآليات التي تكفل له حق الحماية. فانطلاقا من ذلك، نرى أن المستهلك خاصة في الجزائر في أمس الحاجة إلى حماية متعددة الأبعاد: صحية، أسرية، اجتماعية، تسويقية، إعلامية وحتى معنوية. إذ أصبحت حماية المستهلك من الأولويات الكبرى من خلال اهتمام السلطات أكثر بصلاحية وسلامة السلع التي تنتجها أو تستوردها للاستهلاك العادي لمواطنيها، وهذا في ظل تطور سلوك المستهلك وتعدد الأسواق وانفتاحها. بهذا الصدد نكون أمام الإشكالية التالية، وهي: ما هي أسس وأبعاد الحماية القانونية للمستهلك في ظل تغير سلوكه؟ إذ يعتبر الاستهلاك أحد عناصر الثلاثية الاقتصادية الكلاسيكية المؤلفة من الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، الذي يشكل المرحلة النهائية من هذه العناصر، حيث تشبع السلع والخدمات الحاجات الإنسانية. وهذا ما يؤكده الاقتصادي الأمريكي غاردر أكلي في تعريفه للاستهلاك، فيقول: الاستهلاك هو الحصول على إشباع مادي أو نفسي من استخدام أو ملكية السلع والخدمات الاستهلاكية، وليس مجرد شرائها فقط، حيث أن المستهلك اصطلاحا هو من يقوم باستعمال السلع والخدمات لإشباع حاجياته الشخصية سواء أو العائلية، وليس بهدف إعادة بيعها أي أو تحويلها أو استخدامها في نطاق نشاطه المهني. كما أشار المشرع الجزائري لأن المستهلك هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به. إذ أن المرسوم التنفيذي، وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي 9039 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش في نص المادة الثانية الفقرة الأخيرة، عرفت المستهلك على أنه كل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدين لاستعمال الوسط والنهائي لسد حاجته الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به. إذ يشمل المستهلك في المفهوم الاقتصادي استهلاك الأفراد والعائلات، الاستهلاك السوقي والاستهلاك الذاتي، إضافة إلى الاستهلاك السلعي أو الخدمي. إذ يرى البعض ثانيا، بالنسبة للحماية القانونية للمستهلك، إن حماية المستهلك هي مجموعة القواعد والسياسات التي تهدف إلى منع الضرر والأذى عن المستهلك،
وكذلك ضمان حصوله على حقوقه. كما تعتبر حماية المستهلك تلك الجهود التي تبذل لوضع المشتري على قدم المساواة مع البائع. المستهلكون يرغبون في معرفة ما الذي يشترونه وما الذي يأكلونه، وما هي مدة صلاحية المنتج، وما إذا كان المنتج آمن عند الاستخدام من طرف المستهلك وغير ضار، وما إلى ذلك. إذ أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد القرار 39248 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1985 بالحاجة إلى حماية مستهلك السلع والخدمات من عوامل السوق، ومن ثم فإن المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك هي أساس كل القوانين والأنظمة الهادفة إلى حماية المستفيد النهائي من السلع والخدمات. إذ تسري حقوق المستهلك الثمانية المعترف بها من طرف الأمم المتحدة على المستهلك وعلى ظاهرة الاستهلاك في مالي: الحق في الحصول على الاحتياجات الأساسية، الحق في الحصول على ضمان المنتج، الحق في الحصول على المعلومات، والحق في الاختيار والتمثيل وفي الإنصاف، الحق في بيئة صحية، وكذا الحق في التثقيف. إذ أن المستهلك الذي يتمتع بالحقوق التالية يمارسها وفقا لأحكام القانون، وهي كالتالي: الحق في الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله بشكل ملائم للسلعة أو الخدمة لجهة الجودة والنوعية، الحق بالاستفادة من معاملة عادلة ودون تمييز من قبل المحترف للمنتج المعد للاستعمال المحلي أو التصدير، الحق بالحصول على المعلومات الصحيحة والواضحة والوافية المتعلقة بالسلعة أو الخدمة على غرار ثمنها وميزاتها وطرق استعمالها والأخطار التي قد تنتج عن هذا الاستعمال، إضافة إلى الحق بتعويض كامل ومناسب عن الأضرار الناتجة عن استهلاك سلعة والانتفاع من خدمة هذا الاستعمال بشكل سليم. إذ أن المستهلك يتمتع بالحقوق التالية التي يمارسها، وهي الحق باستبدال السلعة، الحق بإنشاء جمعيات لحماية المستهلك والانتساب إليها، الحق بالتقاضي مباشرة أو بواسطة جمعيات المستهلك جماعيا لصون حقوقه أو التعويض عليه من الأضرار التي قد تكون قد لحقت به. وبالنسبة لأبعاد حماية المستهلك، ففي ظل وجود بعد قانوني واقتصادي ومجتمعي هام للحماية القانونية للمستهلك، فإن هذه الأبعاد تشمل ما يلي: إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات والسلع والخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ولا سيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية، وكذا القروض العقارية، إضافة إلى الشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية، إضافة إلى تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء أو المنتج المبيع والخدمة بعد البيع، وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي قد يلحق بالمستهلك، تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعية حماية المستهلك التي تعمل لتقبل أحمال قانون. كما تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الحماية لا يتضمن الفرد فقط، بل يشمل في الوقت نفسه المجتمع كافة، حيث أن حماية المستهلك في حد ذاته هي حماية للمجتمع وضمانا لحقوقه. وعليه تكون الحماية الوقائية للمستهلك أكثر فعالية من الحماية العلاجية بعد وقوع الضرر، وعادة للحماية بعدان، وهي حماية المستهلك من نفسه وذلك وحمايته من أطراف أخرى. خامسا وأخيرا، لدينا التجارب بعض البلدان في إطار آلية الحماية القانونية للمستهلك، منها الصين والبرازيل وتركيا ومالي. فبالنسبة للصين فقد وضعت قوانين صارمة لحماية المستهلك، منها قانون الصين لمكافحة الاحتكار وقانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية حقوق ومصالح المستهلك. أما بالنسبة للبرازيل فصدرت سنة 1990 مدونة حماية المستهلك، بالإضافة إلى ذلك أفضت خصخصة خدمات الاتصالات العامة في أواخر التسعينات إلى وضع إطار قانوني جديد بالغ الأهمية في قطاع الاتصالات، بما في ذلك الأدوات اللازمة لضمان حقوق المستهلك. وهنا بصدد
في إطار قطاع الاتصالات تجدر الإشارة إلى مبدأ الخصوصية البريفايسي. ومثلا في تركيا تتوفر حماية حقوق المستهلك بموجب قانون رقم 4077 قانون حماية المستهلك، وأيضا في ظل التعديلات التي أدخلت عام 2003 أدرجت الخدمات المعيبة في نطاق تطبيق القانون، وعرفت بأنها خدمة تحتوي على أوجه قصور مادية أو قانونية أو اقتصادية تؤثر في الجودة المحددة في الإعلانات التي يقدمها المول أو المنصوص عليها في المعايير أو الأنظمة التقنية، أو تنقص أو تلغي قيمتها أو المنافع التي يتوقعها المستهلك من هذه الخدمة. وكخاتمة، تعتبر حقوق المستهلك واحدة من أهم الحقوق التي عنا بها المشرع الوطني والدولي باعتبارها مرتبطة بتنمية المجتمعات، خاصة مع الثورة المعلوماتية وفي ظل وجود المحتوى الإلكتروني الرقمي وثورة الإعلانات التي غيرت مفاهيم الحاجات الكمالية إلى ضرورية في حياة المستهلك، حيث برزت الحاجة أكبر لدراسة الإطار القانوني لحماية حقوق المستهلك، خصوصا وأن معظم دول العالم قد عبرت عن رغبتها واستعدادها لحماية هذه المستهلك كونه الطرف الضعيف في علاقته بالمتعاملين. ومن هنا كان لزاما وجود مجموعة من القواعد الحمائية لصالح المستهلك في ظل وجود بعد قانوني واقتصادي ومجتمعي هام للحماية القانونية له. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الطالب بن ناصر سيدي أحمد على هذا العرض القيم حول كل ما يتعلق بالمسائل القانونية والنصوص القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، بالإضافة إلى التعريج إلى بعض التجارب الدولية في هذا المجال. دون إطالة